بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طريقة صنع جهاز امتلاء خزان الماء، يعني يعطينا تنبيه عند امتلاء خزان الماء. الجهاز هو استخدمنا الجرس عن بعد، هذا الجرس سعره رخيص بالأسواق تقريبا 2500 دينار. طريقة مالته كالآتي، بالأصل كان هو من نضغط هنا يدق لنا جرس، زين. فاحنا سوينا، خلينا هذا الحساس، هذا الجهاز موجود حساس مستوى الماء بالمبرده البلاستيك، مبرده البلاستيك فيها جهاز حساس الماء عن طريق المغناطيس، هذا مغناطيس وكو حساس جوا، من يصعد مستوى الماء ينترس يعطينا اشاره بانه الخزان انترس. الشيء اللي سويناه احنا في هذا هنا جبنا الوايرين اللي خاصة بالحساس، هذين الوايرين تشوفوهن، هذين الوايرين على مكان ضغطة المايكرو سويتش، هذا مكان الضغط تشوفونه ضغطة المايكرو سويتش، هذا إذا نضغط هسه هذا ما موصل إلا نوصلة ونضغط يلا يدق لنا الجرس، يعني هسه مطفينا، لاحظ هسه يدق لنا الجرس. احنا سوينا مكان التلامس هذا وصلنا له كأنما سويتش اون اوف لحساس المبردة البلاستيك، هذا المرحلة الاولى. المرحلة الثانية اللي سويناها خلينا سويتش هذا بطريق البطاريات، هذا سويتش اطفاء وتشغيل بمكان البطاريات، فتحنا البطارية منها وجبنا صفيحتين ألمنيوم، خلينا بيناتها صفيحتين ألمنيوم، خلينا بيناتها ورق يوصل على هاي الجهة مال البطارية ويوصل على هاي الجهة مالت التلامس مالت البطارية. فالتوضيح مالته والعمل مالته كلش بسيط. من نشغل التانكي ايش راح نسوي احنا؟ راح نجي نشغل هذا الدقمة، من يصعد مستوى المي عندنا للأعلى لاحظ يدق لنا جرس بأنه خزان انترس. فاحنا راح نطفي الماطور ونحافظ على الماطور احسن ما يشتغل والخزان مليان، فحبينا نوضح لكم هاي الفكره وشكرا لكم. هسه مثل ما تشوفون ثبتنا الحساس هذا بالتانكي، فهسه من راح المي عندنا مستوى المي ينترس، لاحظ يصعد يفوق مستوى، يشوف عندنا هذا الجرس راح ننزله جوا داخل الغرفه حتى يتحسس منه.